طيب حضرتك تنصحي ايه اي محجبة بتفكر تقلع الحجاب او مش ثابته قوي ان هي على فكرة في الايام دي ربنا يعفينا يعني يعفيهم في شوطة بصراحة يعني. كله في ناس لا في شوطة مش كله بس في يعني في ناس واخداهم الدنيا يعني الدنيا. وانا بستغرب في حاجة واحدة بس، ما اعرفش احمد هتقولي رأيك برضو انك صريح وانت صريحه برضه جميل، انه عمرنا يعني عمر امه محمد امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام معروف يعني الستين التلاته وستين وبعد كده بقى مش لكن دي الرينج ده نزل ده عمر امه سيدنا محمد فتستغربي ان واحده كانت لابسه الحجاب وداخله على الخمسين او الخمسه وخمسين وتقلعه. طب ليه بس؟ ده انت داخله القطر داخل اهو داخل عارفه اللي هو بنقول بتتهبل على كبر يعني اللي هو انت في الاخر ممكن تبقى في وقت طيشك وسنك الصغير ولد او بنت مش فاهم. بس المشكله ان في ناس كتير فعلا دي حقيقه تعدي فتره المراهقه والشباب دي عاقلين قوي كويسين قوي في كل الحاجه مش شرط بس في اللبس وفي الحجاب، ويجوا بعد كده في اخر الثلاثينات الاربعينات الخمسينات تلاقيه بيعمل حاجه تاني خالص كل اللي ما عملهوش. اقول له طب انت ما عملتوش زمان ليه؟ يعني انت بعد ما كبرت عديت بالمرحله دي خلاص الموضوع خلص. دي اسبابها سببه ايه بقى؟ سببها ثلاثه. ايه بقى؟ لو هم متجوزين يبقى الزوجه دي مش شخصيه. ان هو وافق يعني لان انا ساعه لما قررت يوم 22 رمضان 1992 بس بعد الزلزال انا مش لان انا ساعه الزلزال لما اترج قوي والناس كلها عارف كلنا جرينا على انا اول حاجه بعد ما جيت الخطيه قلت الطرحه افتكرتي اقسم بالله قلت الطرحه وانا قلت لسيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله الحكايه دي يعني قال لي يعني قعد ربي مثل بفرعون لما جه يغرق انا مش فاكره يعني ان الواحد بيفتكر الحاجه بيفتكر الاساس مش استشهد بحاجه من القران الكريم يعني وقال لي انا كنت رايحه اساله في التمثيل الشيخ الشعراوي وكانت معايا الله يكرمها الحاجه ياسمين الخيم ان انا ساعه لما قررت اتحجب في يوم 22 رمضان ده فزوجي قال لي كان حتى مستلقي عسري كده وانا قاعده على كرسي قدامه قلت له قررت اتحجب فاعتدل كده وقال لي ماشي انت متاكده؟ قلت له والله متاكده انا جايه لك دلوقتي واخده اجمل حمام اخدته في عمري كله يعني حسيته حمام مختلف معرفش ازاي ساعتها جاني الاحساس ده الميه دي ميه مختلفه الجسد ده بيغتسل بشكل تاني يعني حاجه معنويه كده ما تفهمش يعني فقال لي بصي انا موافق جدا بس ليا شرط انا خفت قال لي مش هسمح لك تقلعي من كده انت بتهزقيني وبتهزقي ولادك كان ليه قرار وقتك قلت له خدت وقتي ورعدت الحمام وما حمام وكان السنه دي ايه بقى كنا احنا في كل رمضان بنعمل المسلسل الديني مع الاستاذ احمد توفيق رحمه الله يرحمه او الف ليله وليله بقى مش الفوازير مع الحاج فهمي الحاج فهمي اخر مره في دور السلطانه دي احنا طلعنا العيد الصبح يا نهار ابيض اللي هي جه رمضان السابق قبلها بيوم او أيوة حاجه فاكر انا فزعت السنه دي اول يوم رمضان صح. اول فوز احنا خرجنا يعني دخلنا 8 الصبح خرجت مع صلاه العيد 8 الصبح تاني يوم يعني ولو رجعت وشفتي الحلقه دي هتلاقيني بعمل كده انا الطنان يعني وجعتني اوكي فعلشان اوصل للطول فبقيت غصب قلعته ففي لقطات فرقت يعني في الحلقه الاخيره من الف ليله وليله انا فاكر ساعتها رمضان جه على غفله انا فاكر السنه دي في رمضان جه كده احنا كنا قاعدين أيوة. وبكره رمضان صايمين العيد يا رب فقاعدين كده فلقيناهم بيقولوا العيد ايه؟ احنا يعني عارفه حميه العيد ما عملناش ما نقدرش ايه في حاجات كده ما عملناهاش فاكر السنه دي كويس صح فنرجع وقفنا عند ايه تاني؟ عند التلو انك مش هترجعي تاني لا الحكايه مش هرجع يعني الحمد لله وقمت كنت بشتغل على المسرح القومي الله يرحمه الله لسه حلمه بالمسرحيه من اخراج الرائع كرم مطاوع كان اسمها جاسوس في قصر السلطان على المسرح القومي جاسوس في قصر السلطان شغل فيه فانتازيا شويه كنت عامله فيه اميره
وكان الله يرحمه مدخلني دخله حلوه جدا، بنزل من السقف على مرجيحه بالورد الله. وبغني انا اغنيه مسجله يعني، تعبنا طبعا عشان نغني يخليني انا اغني، لان غيرت ان حد يعني ياخد الحته دي. قلت له لا حابه مش مستريحه. لا استاذ كرم كان مخرج ورايا ورايا وتدريبات لحد ما الحمد لله قدرنا. فالاميره دي كان في العصر الفانتازيا بيبقوا لابسين الشيفونات عارف الطويله والكمان بقى الطويله وطرحه العصر ده، فده ساعدني انك انت تقدري تلبسي. فلما قلت للشيخ دلوقتي احنا باقي على العيد 8 ايام، لو انا توقفت في شغل على الهواء وفي شغل بيتزاع زائد ان انا هحرم الفنيين والعمال من مكافئات رمضان، كلنا عارفين بتبقى مختلف. عشان كده بقول لك الله يرحمه الاستاذ احمد توفيق كان يفضل يطول يطول عشان يخش رمضان، علشان يا حبيبي يشوف يخلي الفنيين والعاملين وكده يحصل. كان قطاع الانتاج ده ولا استاد القاهره؟ كان قطاع الانتاج. قطاع الانتاج. فاشوف الناس لما بتبقى حلوه قلبها حلو. وبعدين كان عامل لنا صندوق اللي بيجي متاخر عن ميعاده بيدفع 100 جنيه. شوف 100 جنيه اياميها دي شكلها ايه، رقم طبعا. يحترم نفسه ويحط الاستاذ رحفين. قال مفيش خلاص. والصندوق يروح فين؟ الصندوق في اخر الشهر ينده مدير الانتاج كاتب اسامي العمال والفنيين يعني ده حسب الدرجات يعني. طب حلو. ومدير الانتاج يحط في ظرف. الله يرحمه. شوف عصر الزمن الجميل ازاي. عصر جميل جميل، في حب وموده واللمة ساعة الأكل طب إيه اللي فرق بقى الزمن لما الجميل ده؟ لما جيت ترجع بقى في الزمن الجميل اللي لما احنا فيه. انت عشتي الزمن الجميل ده وعشتي الزمن الجميل ده، إيه الفرق بقى بين الزمنين الجميل؟ فرق في المعاملة. فرق في المعاملة في الأدمية يعني. الأدمية يعني مثلا تلاقي إيه، مش هقول اسم العمل، هو تقريبا آخر عمل عملته وبعدها يعني احترمت نفسي يعني. تلاقي كرفان جاي للنجمة أو النجمة والشيشة محطوطة جوه الكرفان والحاجات دي كلها يعني. مش اني بسوق سمعة الفنانات يعني، قصدي اللي بيشرب الموضوع بغض النظر ان في كل الراحة يعني. اللي هو مش جايين نشتغل، احنا جايين نقضي ديون. وتلاقي انت واخدة اوضة حطلك فيها مروحة لا ادمية لا ادمية. طب ليه يعني؟ انا دلوقتي بكبر عشان تحترموا تاريخي وتحترموا رصيدي، ولا انا بقيت البطه السوداء او ايه؟ طب مش عاوزيني بتجيبوني ليه؟ ليه يعني؟ ايه اللي مفيش ده بيحصل زمان؟ وحضرتك عصرتي عباقره بقى، نرجع ورا بقى. كان بيبقى في بطل وفي اسامي تخض، حضرتك اشتغلتي معاه. ما كانش بيحصل التمييز ده ازاي يعني؟ هل فيلم مثلا بطوله استاذ فؤاد المهندس او الاستاذ عادل امام او زمان برضو مش النهارده، يمكن الاستاذ عادل امام بيديله الصح، ما كانش بيبقى مميز عن بقيه المشاركين في الفيلم؟ هقول لحضرتك على مستوى المسرح مثلا، هي اللي احنا بنقعد بقى بيه بالشهور الاذاعه دي احنا بنروح. بس الاوض في المسرح بتبقى شبه بعض يعني، هو ده مبني او موجود شبه بعض خلاص، وفي دور تاني. ما هو مش هيقدروا على الكالوس يملوا يعني كل الناس يعني، عشان خشبه المسرح واخده مساحه، ما نقدرش نحط 15 اوضه يا معلم. صح، نعمل دورين برضو الاضاءه والكلام ده. فكنت تحس الستارز الكبار بتبقى اوضهم تحت، والبطل الثاني او الثالث بيبقى بس الفرق انه ايه، انه يطلع السلم يعني فوق شويه.